واخيرا اجا وقت نفتح المنتج اللي كلكم ناطرينه. بهي العلبه في دوده القزنيه، فيكم تطبخوها وفيكم تعملوها شوربه وفيكم تقلوها وفيكم كمان تشوها. يلا نفتحها مع بعض ونشوف شو في بقلبها. ايه كل شي توقعته الا هالمنظر. بضيهم بقلب هي. انا بعدني عم بستنى لحتى اكتشف هن عايشين ولا ميتين. رح جرب اشوي قطعة واحدة فقط لا غير. ليكو شلون شكلهم، رح نقلبهم. يلا نجرب الطعم، نقول بسم الله. طعمتها جدا مالحة بس تؤكل.